بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه، فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي، فإن الله فطر الناس على استحمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كما أن الله سبحانه حرم الزواج من الزانيات إذا لم يتبن إلى الله عز وجل، لأن ذلك فساد في الأخلاق وضياع للأنساب، ولهذا قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهو فاحشة في نفسه، بمعنى أنه متناه في القبح، وساء سبيلا آثاره سيئة على الفرد والمجتمع. والله جل وعلا يريد من المجتمع المسلم أن يكون مبنياً على الطهارة، طهارة في العقيدة، طهارة من الشرك في العقيدة، والطهارة في الأعراض من الزنا والاستمتاع المحرم. الله لم يحرم الاستمتاع، هذا غريزة في الإنسان وفيه مصالح، ولكنه جعل له مصرفا صالحا ينتج ويثمر، وهو الزواج. ونهى عن السفاح لأنه ضياع وينتج ذرية سيئة، أولاد زنا لا ليس لهم آباء، فهذا قبيح في الشرع، وهو أيضا قبيح في العقل والفطرة، هو قبيح في العقل والفطرة. نعم. وكما أن هذا الحكم هو موجب القرآن وصريحه، فهو موجب الفطرة ومقتضى العقل، فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي. قرنان يعني له أولاد من غيره، لأنه إذا تزوج زانية نسبت له أولادا من غيره، جعلت له قرونا، ولهذا يعتبرون من ألفاظ القذف أن يقول له: أنت لك قرون، أو هي تقول، أو يقال لها: جعلت لزوجك قرونا، أي أولادا من غيره، جعلت لزوجك قرونا أي أولادا من غيره. هذا معنى قرنان. ديوث، والديوث كما في الحديث هو الذي يقر السوء في أهله، يرى امرأته تزني ويدخل عليها ولا يغار على زوجته،
هذا الديوث الذي يقر السوء في أهله. الديوث هو الذي يقر السوء في أهله. لذلك صان الله المرأة المسلمة، صانها، جعل لها سترا، وجعل لها حماية، وجعل عليها قوامين من الرجال لئلا تضيع. فإذا أعطيت المرأة الحرية وجعل لها الحبل على الغارب، صارت تسافر وحدها بدون محرم، تسلط عليها الفساق وتابعوها، لأن امرأة ضعيفة لا تدفع عن نفسها، وأيضا هي امرأة سريعة الانفعال وتنفعل مع المغريات ومع امرأة ذات شهوة أيضا، فهي لابد من حماية له. لذلك جاء القرآن بحماية المرأة، منع الاختلاط بين الرجال والنساء، منع السفور ترك الحجاب، منع سفر المرأة وحدها بدون محرم، كل هذا حماية لها. أهل الشر يقولون هذا إهانة للمرأة، وهذا منع لحقوقها وحريتها، يقولون كذا، هذا ليس من حقوقها وليس من حريتها، هذا من عبوديتها، إذا أطلقت ولم تحمى صارت عبدة لكل شرير ولكل فاسق، خاضعة له. ليس هذا من حرية المرأة، هذا من ذل المرأة وعدم المبالاة بها، كونها من سقط المتاع وكونها متاع للرجال، كل يتمتع بها إما بنظر وإما بلمس وإما بفعل الفاحشة وإما بخلوة معها وغير ذلك. هل هذا من صالح المرأة؟ المرأة كريمة، المرأة شريفة، أم المجتمع، أم الأولاد، مربية الأجيال، سيدة البيوت والأسر. المرأة في الإسلام مكرمة ومعززة ولها منزلة رفيعة. أما المرأة عند الكفار، سواء الكفار القدامى في الجاهلية أو الكفار المعاصرون، فإن المرأة عندهم مجرد متعة استمتع بها كل أحد، فهي تكون مثل المرحاض، يدخل فيه كل ذي حاجة ويطلع، تكون يعني شبيهة بالمرحاض، يقضي حاجته فيها ويخرج منها. هكذا شأن المرأة في المجتمعات المنحطة التي ليس لها دين وليس لها شرف. دعاة الضلال الآن يريدون أن يلحقون بالمجتمع الغربي في كل شيء، سمى التغريب، تغريب المرأة، فينبغي التنبه لهذا، صيانة المحارم، صيانة المسلمات. الله جل وعلا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الجلباب هو الجلال الكبير اللي فوق الثياب مثل العباءة والملاءة، يدنين عليهن من جلابيبهن، بمعنى يغطين وجوههن بطرف الجلابيب أو بالخمار الخاص. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن، يعرفن بالعفة والشرف، فلا يؤذينا، ما يطمع فيهن أحد من الفساق. إذا احتجبت المرأة
عرفوا أنها شريفة ونزيهة وأنها صائنة لنفسها فلا يطمعون فيها. أما إذا رأوها متبذلة سافرة طمعوا فيها وآذوها، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالعفة والشرف فلا يطمع فيهن الفساق فلا يؤذين. فالحجاب فيه منع للأذى من الفساق أصحاب الشهوات، وهم يقولون لا هذا ذلة للمرأة، هذا حبس لحريتها إلى آخر ما يقولون، قبحهم الله. ينبغي التنبه لهؤلاء، ويجب الرد عليهم بأقسى العبارات حتى يرتدعوا. نعم. فإن الله سبحانه حرم على عبده أن يكون قرنانا ديوثا زوج بغي، فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، المشرك ما يهمه، عنده نجاسة الشرك أعظم، أو زان ما يبالي بالأعراض يتزوج الزانية، أما المؤمن فلا يتزوج الزانية. ولهذا قال في ختام الآية وحرم ذلك على المؤمنين. نعم. فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه. نعم. ولهذا إذا بالغوا، يعني ينافي هذا ضياع المرأة، ينافي الفطرة والعقول السليمة مع منافاة الشرع لذلك ومحاربته في الشرع، فالفطرة والعقول السليمة تستنكره، أما العقول الفاسدة والملوثة لا تستنكره، تقول هذا حضارة وهذا من حق المرأة، ما يحجر عليها ولا تمنع من حريتها وما أشبه ذلك من العبارات الشيطانية. نعم. فإن الله فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه، ولهذا إذا بالغوا في سب الرجل قالوا زوج قحبة. نعم. إذا بالغوا في زوج الرجل في سب الرجل وتنقيصه قالوا هذا زوج قحبة، يعني زانية، زوج زانية، ما في خير، معناه أنه ما في خير. نعم. فحرم الله تعالى على المسلم أن يكون كذلك، أن يكون زوج قحبة أو زوج زانية، حرم ذلك على المؤمنين. نعم. فظهرت حكمة التحريم وبان معنى الآية والله الموفق. بان معنى الآية، والله إنه معنى الآية واضح وبين، والله حكيم عليم سبحانه، غفور رحيم بعباده، يرسم لهم الطرق النزيهة والطرق الصينة رحمة بهم حماية لهم، الأعراض إذا فسدت ما عاد بقي شيء، صار المجتمع كله أولاد زنا سفاح، صارت النساء مجرد محل قضاء حاجة للفسقة، مثل الحمام تماما، من أراد يقضي حاجته يدخل فيه ويطلع، تكون المرأة كذا إذا ضيعت، تكون كذا، كما يدخل المرحاض يبول ويتغوط يدخل يجي للزانية ويقضي حاجته ويمشي، هذه صفة الزانية. يرضى مسلم بل عاقل، العاقل صاحب الفطرة السليمة لا يرضى بهذا، لا يرضى بهذا أبدا. نعم. ومما يوضح التحريم وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة، إذا كان أزن بهذه الشناعة والقبح، كل يعرفه يقول الزنا حرام والزنا ما يجوز، لكن ما يكفي هذا، لابد من اتخاذ الوسائل التي تمنع الزنا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا، يعني تجنبوا الوسائل التي تفضي إلى الزنا، امنعوها. ما يمكن تمنعون الزنا إلا إذا منعتم الأسباب التي تؤدي إليه، وتقيم الأسباب التي شرعها الله لدفعه ومنعه،
من الحجاب، من المحرمية للمرأة، من عدم الاختلاط في المكاتب والنوادي والحفلات والشاشات ووسائل الإعلام، تظهر مع الرجل متزينة متجملة كأنه زوجها أمام العالم، ما هو أمام اثنين ولا ثلاثة. امرأة مسلمة تظهر أمام العالم بهذه الصورة، نسأل الله العافية، هذا قبيح، هذا سيء. نعم. ومما يوضح التحريم وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة أن هذه الخيانة من المرأة تعود بفساد فراش الزوج. نعم، تفسد فراشه، يصير فراشه، هي المرأة فراش الزوج، يصير فراشه كل يطأه، كل يجلس عليه، وكل ما صار فراش له، صار فراش للناس كلهم. نعم. أن هذه الخيانة من المرأة تعود بفساد فراش الزوج وفساد النسب الذي فساد النسب، لأن الزانية تنسب له أولاد لأنه فراشه، والولد للفراش كما في الحديث، إذا نسبت له أولادا بموجب الفراش أدخلت عليه أولاد الزنا، صار ولد الزنا محرم لنسائه، وصار يرث منه، وصار يورث، كل هذا حرام ولا يجوز. نعم. وفساد النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم وعدوه. النسب ما هو سهل، النسب يحافظ عليه، النسب يدرس ويعرف، لتعارفوا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، قبائل لتعارفوا، فلان من قبيلة فلان، من قبيلة فلان، ما هو الناس كلهم مختلطين، لا، قبائل، كل ينتسب إلى قبيلته، وهذا شرف، هذا شرف، حفظ النسب هذا شرف. نعم. النسب الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم وعدوه من جملة نعمه عليهم. نعم. فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، يفضي إلى مفاسد كثيرة، اختلاط المياه، كل يطأ وتحمل من ما هب ودب، تحمل من ما هب ودب، تختلط المياه، تختلط الأنساب، تضيع الأنساب التي تميز بين الناس يتعارفون بها ويتوارثون بها ويتعاقلون بها، تضيع هذه. وكذلك ما يذكره الأطباء وتواتر من الأمراض، مرض الهربس، مرض الأمراض اللي حدثت الآن بسبب الزنا واللواط، فقد المناعة، مرض الإيدز، مرض الهربس، وهو فقد المناعة، يصير ما يمتنع جسمه من شيء من الأمراض والعياذ بالله، هذا شيء معروف بسبب الزنا واللواط أيضا. نعم. فالزنا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرأ، حتى تتوب وتستبرأ من الزنا، لا يكون فيها حمل، فإذا تابت توبة صحيحة فلا بد أن تعتد عدة يعلم بها براءة رحمها وطهارته من الزنا، حينئذ تتزوج، تصبح صالحة للحرث، نساؤكم حرث لكم، حرث لكم، كما أنك تزرع البذور في الأرض تزرع أيضا
النطف في الرحم لتنتج لك ذرية، والبذور في الأرض تنتج لك زرعا، تنتج لك ما تشاء من النوابت. حرث، كيف تضيع حرثك؟ يحرث غيرك؟ ما يصلح هذا في البشر عموما، فكيف بالمسلمين؟ نعم. وأيضا فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه. الله سماها خبيثة، الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات. نعم. وأيضا يعني الزانيات للزانين، والزانون من الرجال للزانيات. نعم. وأيضا فإن الزانية خبيثة كما تقدم بيانه، والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هي ما تعرفك وأنت ما تعرفه من الأول، فإذا عقدت عليها صار بينكم مودة ورحمة بينك وبينها. فهذا من فوائد النكاح الشرعي، هالمودة والرحمة تسبب الألفة بين الزوجين، تسبب الألفة بين الزوجين والتعاون على تربية الأسرة إلى آخره. نعم. أما لو نفر الزوج منها أو نفرت هي منه ما صار للزواج فائدة. نعم. والله سبحانه جعل النكاح سببا للمودة والرحمة، والمودة خالص الحب. نعم. فكيف تكون الخبيثة مودودة للطيب زوجا له؟ هذا بعيد، أن تكون الخبيثة الزانية زوجة للنزيه عن الزنا العفيف، ما يمكن هذا في الشرع والعقل، وإن أمكن عند السفهاء والفساق الذين لا قيمة لهم. نعم. والزوج سمي زوجا من الازدواج وهو الاشتباه. الازدواج يعني المناسبة بين الزوجين، هذا زوج هذا يعني شكله مشاكل له، مشاكل له. فالأصحاب يسمون أزواج لأنهم تشاكلوا، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني أشباههم وخلانهم، ما هو بأزواجهم يعني زوجاتهم، لا، أزواجهم يعني أشكالهم في الأخلاق، في السيرة، يسمون أزواج. بعضهم زوج لبعض في أخلاقه وفي سيرته وفي، فالأزواج يطلق ويراد به الأشباه. نعم. والزوج سمي زوجا من الازدواج وهو الاشتباه، فالزوجان الاثنان المتشابهان. نعم. والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا. نعم. ما يمكن أنه تكون المودة والرحمة فيما إذا تزوج زانية، ما يمكن هذا، أو هي تزوج عفيفة تزوجت زانيا، ما يمكن يكون بينهم مودة ورحمة، إنما هذا في الزواج الطاهر النزيه، الزواج الشرعي. نعم. والمنافرة ثابتة بين الطيب والخبيث شرعا وقدرا، فلا يصح معها الازدواج والتراحم والتواد. نعم. ولقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب. نعم. ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة. نعم. فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة؟ يعني ما يشترط العدة، هذا باطل، لابد من استبراء رحمها. كيف إن زنت في الصباح وزوجت في المساء؟ ربما أنها حامل من
من الزنا تدخل الولد على الذي عقد عليها وهم هو ليس له. الشرع جاء بطهارة الأخلاق وطهارة الفروج طهارة الأنساب. نعم. ولقد أحسن كل الإحسان من ذهب إلى هذا المذهب ومنع الرجل أن يكون زوج قحبة، فأين هذا من قول من جوز أن يتزوجها ويطأها الليلة؟ هذا قول غلط، وإن قال به من قال من أهل العلم لكنه غلط، والعلماء يخطئون ويصيبون. نعم. أن يتزوجها ويطأها الليلة وقد وطئها الزاني البارحة وقال ماء الزاني لا حرمة له. لا، يقول ما يخالف ماء الزاني ما ليس له حرمة، إنما العدة من أجل المطلقة من زوج، مطلقة من زوج، أما المفارقة من زاني فلا حاجة إلى العدة، لا حاجة إلى العدة. هذا قول باطل، لأن ما هو بالكلام على عدة. من معاني العدة، قالوا من معاني العدة احترام الزوج المطلق، هذا من معانيها وليس هو كل المعنى، هذا من معانيها، لكن المعنى الصحيح والمعنى الأصلي هو استبراء الأرحام من النطف التي تكون للسابقين إما بزواج وإما بزنا، استبراء الرحم، لا يدخل هذا على هذا، لا يكون هذا منسوب إلى هذا. فإذا كانت لابد أنها تعتد من المطلق المسلم الطيب حتى ولو كان من الصحابة، لابد من العدة، ما هو من أجل إيش؟ من أجل أن لا يكون له ولد فيها فينسب إلى المتزوج الجديد وهو ليس له. الأصل في العدة هو هذا، براءة الأرحام من الحمل لئلا ينسب إلى من ليس له. نعم. وقال ماء الزاني لا حرمة له، إلا له حرمة بمعنى هو لا حرمة له لأنه سفاح، لكن آثاره قبيحة، تجنب لآثاره كما تتجنب المراحيض والمواطن النجسة والسيئة تتجنب هذا. نعم. فهب أن الأمر كذلك فماء الزوج له حرمة. نعم. فكيف يجوز اجتماعه مع ماء الزاني في رحم واحد؟ اي نعم، هذا رد عليه، يقول ماء الزاني ليس له حرمة، نقول ماء الزوج له حرمة، فكيف يجتمع مع ماء الزاني؟ هذا ما يمكن من شرعا ولا عقلا ولا فطرة. نعم. والمقصود أن نحن نحترم ماء الزوج لئلا يدخل عليه ماء الزاني. نعم. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى سمى الزواني والزنات خبيثين وخبيثات. أي نعم. وجنس هذا الخبيث، والخبيث ضد الطيب، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فلا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي الزنا والزواج الشرعي، الزواج الشرعي طيب وهذا خبيث، لا يستويان. يقال هذا ما له حرمة، ما الزاني، نقول نعم هو ما له حرمة، لكن أثره سيء ويسبب اختلاط الأنساب. نعم. والمقصود أن الله سبحانه سمى الزواني والزنات خبيثين وخبيثات. نعم. وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالا، وسمي فاعله جنبا لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد، فمنع من ذلك الجنب. الزوج على الجنب هو زوج شرعي، هو زوج شرعي، إذا جامع زوجته صار جنبا، يعني يجتنب قراءة القرآن، يجتنب
الصلاة، يجتنب البقاء في المسجد، يحرم عليه أشياء وهو مسلم لكنه جنب، من أجل الجنابة التي حصلت منه مع زوجته، فلا بد أن يتطهر منها، مع أن هذا مباح وطيب، لكن أيضا يجب الطهارة والاغتسال منه، وهو نكاح طيب، فكيف بالزاني الخبيث؟ نعم. وجنس هذا الفعل قد شرعت فيه الطهارة وإن كان حلالا، وإن كان حلالا كالزوج مع زوجته إذا وطئ يجب عليه الاغتسال مع أنه طيب. نعم. وسمي فاعله جنبا لبعده عن قراءة القرآن وعن الصلاة وعن المساجد، يعني يتجنب هذه الأشياء. نعم. فمنع من ذلك كله حتى يتطهر. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا حتى تغتسلوا. نعم. فمنع من ذلك كله حتى يتطهر بالماء. نعم. فكذلك إذا كان حراما يبعد القلب عن الله وعن الدار الآخرة. حراما من باب أولى، لابد من الطهارة. نعم. فكذلك إذا كان حراما يبعد القلب عن الله وعن الدار الآخرة، بل يحول بينه وبين الإيمان. نعم. حتى يحدث طهرا كاملا بالتوبة وطهرا لبدنه بالماء. نعم. وقول اللوطية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، اللوطية أنطقهم الله بالحق، سموا ترك اللواط طهارة، فهم يعيرون لوطا وأهله لأنهم يتطهرون، هذا معناه أنهم هم غير متطهرين. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس، يعني ما السبب؟ إنهم أناس يتطهرون، هذا عيبهم، نسأل الله العافية، هذا من انتكاس العقول والفطر. فهذا فيه أنهم معترفون على أنفسهم أنهم غير متطهرين. نعم. وقول اللوطية أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أصحاب الأخدود هم قوم من الجبابرة والمشركين، جاءوا بالمسلمين في وقتهم يريدون أن يصدوهم عن دينهم وأن يردوهم عن دينهم، أبى المسلمون أن يرتدوا عن دينهم، فحفروا أخدودا في الأرض، حفر الجبابرة أخدودا في الأرض وأضرموا فيه النيران، وجاءوا بالمسلمين قالوا إما أن ترتدوا وإما أن نلقيكم في النار، فصبر المسلمون على الإلقاء في النار وفعلوا الجريمة وألقوهم في النار. الله جل وعلا أنزل فيهم هذا القرآن، السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أي لعن، قتل يعني لعن أصحاب الأخدود. ما هو الأخدود؟ النار ذات الوقود التي أوقدوها، إذ هم عليها قعود يتفرجون على المسلمين وهم يحرقون بالنار، مسرورين منبسطين، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، حضور يناظرونهم. ما السبب؟ ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هذا ذنبهم. مثل قول قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. نعم. الله جل وعلا رد على اليهود والنصارى الذين
يعيرون المسلمين وينتقصون الإسلام، فالله رد عليهم وقال لنبيه: قل هل تنقمون منا، يعني هل تنتقدوننا بشيء، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، أما أنتم فلا تؤمنون بكل ما أنزل الله، بل تؤمنون ببعضه وتكفرون ببعضه، لا تؤمنون بالقرآن الذي هو أشرف الكتب، لا تؤمنون به. أما نحن فنحن نؤمن بالقرآن ونؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله، ما نؤمن ببعض الكتب ونكفر ببعضها مثلكم بسبب الهوى. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، يعني الإيمان الصحيح. أهل الكتاب يؤمنون بالله لكن الإيمان غير الصحيح، إيمانهم مختل. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أنزل إليكم وهو التوراة والإنجيل، وأن أكثركم فاسقون. كيف تعيبون علينا الإيمان ولا تعيبون على أنفسكم الفسق وهو الكفر والعياذ بالله؟ الفسق المراد به هنا الكفر. نعم. قل يا أهل الكتاب، نحن مؤمنون وأنتم فاسقون، كيف تعيروننا بالإيمان؟ أنتم الأولى بالتعيير، إنكم فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل. نعم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد. وأنه المشرك سواء كان من الجاهلية أو من المشركين المعاصرين، المشركين في الإسلام الذين يعبدون القبور والأضرحة، هم يعيبون على أهل التوحيد، ولا ينظرون إلى عيبهم وهو الشرك بالله عز وجل. يعيبون على التوحيد ولا يعيبون على الشرك، هذا من انتكاس الفطر. نعم. وهكذا المشرك إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد وأنه لا يشوبه بالإشراك. نعم. وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول وأنه لم يشبهها بآراء الرجال ولا بشيء مما خالفها. نعم. وهكذا المشرك، هكذا المبتدع يعيب على السني تمسكه بالسنة كما أمر الله جل وعلا وأمر رسوله بالتمسك بالكتاب والسنة، يعيبون هذا ولا يعيبون على أنفسهم أنهم يعملون بالبدع والمحدثات ويأخذون بأقوال الرجال ولو خالفت السنة ولو كانت خطأ يأخذون بها، ويقولون الآن المسألة فيها خلاف، من قلت هذا حرام؟ قال المسألة فيها خلاف. إذا قلت هذا واجب؟ قال المسألة فيها خلاف. يعني كل مسألة فيها خلاف، يعني نأخذ الخلاف، نأخذ بالدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالخلاف نعرضه على الدليل، فما وافق الدليل أخذنا به، وما خالف الدليل تركناه، ولو كان من قال به من أكابر العلماء. العلماء يخطئون، ليسوا معصومين. نعم. وهكذا المبتدع إنما ينقم على السني تجريده متابعة الرسول وأنه لم يشبها بآراء الرجال ولا بشيء مما خالفها. فأنت إذا قلت للمبتدع اتق الله هذه بدعة تمسك بالسنة، قال المسألة فيها خلاف، تمسك بالسنة فيه خلاف؟ أي عنده فيه خلافه. يقول لو كان التمسك بالسنة واجبا لما خالفه فلان وفلان وفلان من العلماء. نعم. المبتدعة فيهم علماء لكن يؤخذ بقولهم، وهم مبتدعة ما يؤخذ بقولهم ولو كانوا علماء. نعم.
فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه. نعم، المتمسك بدينه يصبر كالقابض على الجمر، يصبر على دينه ولو أن الناس سفهوه والناس سبوه والناس عيروه، متشدد في ما لا فيه، فما يبالي بها ما دام أنه على حق. إن كان على باطل يرجع، لكن إن كان على حق ويتمسك ولا يهمه كلام الناس مهما قالوا فيه، يصبر على هذا. ونقمة الناس عليك أخف من نقمة الله عليك لو أنك تابعتهم، فأنت إذا تابعتهم نقم الله عليك، فنقمة الناس أخف من نقمة الله. من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لا، اصبر، اصبر على أذى الناس ولو إن حصل عليك يعني أذى وحصل عليك مضايقة، اصبر عليها أنت في سبيل الله. ونقمة الناس أخف من نقمة الله عليك في الدنيا والآخرة. نعم. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع وأسهل، وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله عليه من موافقة أهل الشرك والبدعة. نعم، تذكر هذا، تذكر هذا، إنك مسؤول يوم القيامة عن تمسكك بالكتاب والسنة وصبرك على ذلك، أو أنك تركت الكتاب والسنة من أجل إرضاء الناس وتجنب مقتهم لك. نعم. إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق ذاك الصبر تحمد عقباه. هذا بيت. نعم. إذا لم يكن بد من الصبر فاصطبر على الحق ذاك الصبر تحمد عقباه. الصبر على الحق تحمد عقباه، لكن الصبر على الباطل هذا ما عقباه والعياذ بالله النار، عقباه النار. نعم. الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته. الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته. سبق أن القلب يمرض بالفتن والشهوات والشبهات، وقد يموت، يمرض ثم يشتد به المرض فيموت، فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فإذا لم يعالجه صاحبه ويبادر بعلاجه فإنه يموت حينئذ، وبعد ذلك ما يعرف معروف ولا ينكر منكرا. المبادرة. نعم. الباب العاشر في علامات مرض القلب وصحته. كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به، كماله في حصول ذلك الفعل منه، ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له حتى لا يصدر منه أو يصدر مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش، ومرض اليد أن يتعذر عليها البطش، يعني الأخذ والأخذ والإعطاء والمد والأكل والشرب، هذه وظيفة اليد، الأخذ والإعطاء والبطش، يعني الدفاع عن صاحبها إذا اعتدي عليه، هذه وظيفتها. قد تعطل اليد يصبح لا تبطش ولا تدافع ولا، بمرض أصابها تحتاج إلى علاج. نعم. ومرض العين كذلك، الرجل كذلك، الرجل كذلك، السمع والبصر كله إذا لم يبادر بعلاجها وسلمت للآفة التي تعرض لها فقدها صاحبها. كذلك القلب إذا لم تعالجه وتبادر بعلاجه فقدته، فعمي وصار لا فائدة فيه، تمشي تحمل حجرا في صدرك ما في فائدة. نعم.
ومرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية، ومرض اللسان أن يتعذر عليه النطق، ومرض البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف، ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة. نعم، القلب هو الأصل، إن في الجسد مضغة، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. القلب هو أصل الأعضاء والمدبر لها. نعم. ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من المعرفة بالله ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة. فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا. نعم، فاللي يستعمل عقله لمجرد مطامع الدنيا وصناعاتها وأشغالها ويحذقها وينتج لكنه ينسى الآخرة ولا يفكر فيها، ولا هذا لا فائدة له من قلبه ولا من ذكائه ولا من حياته أيضا. فالكفار الآن عندهم نباهة وعندهم عقول دنيوية وسبقوا في الصناعات والاختراعات، ولكنهم لا يفكرون في الآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا الكافر قلبه صار للدنيا حذق، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. ها الصناعات وها المخترعات وها هذه راحت زالت بطلت انتهت، ورحت للآخر راح للآخرة ما معه شيء، خسر الدنيا والآخرة. لا نقول إن تترك مصالح الدنيا، تترك الصناعات، تترك، لا، لكن لا تقتصر عليها، استعملها بما يعينك على طاعة الله، استعملها في منافعك وفيما يعينك على طاعة الله، لا تتركها لكن لا تقتصر عليها، هذا هو المنهي عنه. نعم، أنت ما خلقت للدنيا، أنت خلقت للآخرة، والدنيا مطية للآخرة ومزرعة للآخرة. نعم. فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه، لو عرف كل شيء، الآن ما خلوا شيء ما عرفوه إلا الأشياء التي لم يطلعهم الله عليها، ولا عرفوا أشياء كثيرة كما تعلمون الآن، لكن لو تسأل عن الآخرة ما عنده منها خبر ولا تأتي له على باب. نعم. فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه فكأنه لم يعرف شيئا. هو ما عرف شيئا. نعم. ما عرف شيء. نعم. فكأنه لم يعرف شيئا ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا. ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا، لو صار من أمهر الصناع والأطباء والمفكرين و وجمع الدنيا كلها ما استفاد منها شيء، يخرج منها مفلسا. نعم. ولو نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر. نعم، يقولون الآن تقدم الغرب، تقدم إلى أين؟ إلى النار. ما تقدم الغرب ما دام أنه لم يعرف ربه ولم يعرف الدار الآخرة، هو ما تقدم، وهذا ما هو بتقدم، هذا غرور اغتر بها. أما لو أنه جمع بين الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا هو السعيد، والله خلق الدنيا ليستعان بها على الآخرة. نعم. ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به
فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين. إذا لم يتلذذ بالله ومعرفته وذكره وعبادته، فهو لو اجتمعت عنده كل مشتهيات المآكل والمشارب في الدنيا فهو ما تلذذ. ولو تلذذ ساعة يعقبها أمراض، يعقبها هموم وأحزان. ولهذا تجد الكافر من أضيق الناس صدرا، ينتحر بعضهم من ضيق الصدر، ينتحر لأنه لا يؤمن بالله ولا يذكر الله حتى ينشرح صدره، ولا فهو في قبر. فبعضهم أو كثير منهم ينتحر الآن. نعم. لكن المؤمن هو لو ما عنده شيء مسرور، متلذذ بعبادة الله وبذكر الله، مسرور ولو ما عنده من الدنيا شيء إلا متاع فقط. نعم. ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به، فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين، بل إذا كان القلب خاليا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له ولا بد. نعم. ولذلك ينتحر بعضهم، هو عنده الملذات وعنده التجارة وعنده كل ما يريد من ملاذ الدنيا، لكن قلبه ما في عذاب. مطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا ما عنده ذكر لله، فلذلك لا يطمئن قلبه ولا يرتاح. نعم. بل إذا كان القلب خاليا من ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابا له ولا بد، فيصير معذبا بنفس ما كان منعما به من جهتين: من جهة حسرة فوته، وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. نعم. ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم، حيث ولذلك إذا حضره الموت يندم، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يندم، ما نحد عند الموت إلا يندم، سواء المؤمن أو الكافر. المؤمن يندم لا يكون ازداد من الأعمال الصالحة، والكافر يندم لأنه واجه جزاءه وليس له إلا النار، فيندم ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نعم. ومن جهة فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم حيث لم يحصل له، فالمحبوب الحاصل فات والمحبوب الأعظم لم يظفر به. وكل فاته الذي بيده وليس له حظ عند الله وليس له حظ في الآخرة، هذا أخسر الخاسرين. نعم. وكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولا بد. نعم. ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات. لهذا يقول بعض الصالحين، يقول أهل الدنيا مساكين خرجوا منها ولم يجدوا ألذ ما فيها، ولم يعرفوا ألذ ما فيها. قيل وما ألذ فيها؟ قال ذكر الله عز وجل. نعم. وكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولا بد. نعم. ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. نعم. كما أن المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة الطيب وتعوضت بمحبة غيره. نعم. إذا تعوض بالخبائث تعلق بها وألفها وصار ما يتلذذ إلا بها. أما من يتعلق بالطيبات والمباحات فإنه يحبها ويبغض الخبائث. الإنسان وما اعتاد. نعم. لكل امرئ من دهره ما تعود، يقول المتنبي. نعم. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت
وصاحبه لا يشعر بموته. قد يمرض القلب وصاحبه ما يدري عن مرضه ولا يلتفت له، وقد يموت قلبه ولا يدري عنه. نعم. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، نعم، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. علامة مرض القلب أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذه علامة موت القلب. نعم، كله سوى عنده. نعم. فإن القلب إذا كان فيه حياة يألم بورود القبيح عليه، إذا صار فيه حياة فإنه ينفر من المعاصي على قدر ما فيه، على قدر ما فيه من الطاعة ينفر من المعاصي، لكن اللي ما فيه طاعة ولا فيه محبة لله هذا كله سوى عنده، بل يكون الخبيث أحب إليه من الطيب. نعم. فإن القلب إذا كان فيه حياة يكفي، نقف عند هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يتعامل الإنسان مع دعاة تحرير المرأة من الليبراليين والعلمانيين، وماذا يجب على حكام المسلمين تجاههم وكذلك أفراد المسلمين تجاه هؤلاء؟ تجب محاربتهم والرد عليهم بما يستطيع الإنسان، بما كلنا على قدر مجهودي، وأن لا يسكت عنهم أبدا، وأن ينبه عليهم ولاة الأمور، ينبه ولاة الأمور في بخطرهم وضررهم على المجتمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن التائبة من الزنا تمتحن وتختبر؟ إيه نعم، يتأكد من توبتها هل هي صحيحة ولا ما هي صحيحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الزاني والزانية إذا تاب وأراد زواجا شرعيا، فهل يكون هناك مدة للاستبراء بينهما؟ عدة، العدة إن كانت من يحيض ثلاث حيض، وإن كانت ليست ممن يحيض ثلاثة أشهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يكون من معاني قوله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أي لا يزني بها إلا زان؟ لا، ما الكلام فائدة إذن؟ سر هذا كلام ما فيه فائدة. لا يرضى بزواجها إلا زان أو مشرك، لا يرضى بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أريد أن أتزوج، فكيف أعرف أن هذه المرأة مستقيمة على طاعة الله، مع العلم أن والداي عاميان ويريدان أن يختار لي، فكيف أعرف أنا أنها صالحة فأتقدم لها؟ المرأة لك، ما هي لغيرك، لابد تتأكد منها بالسؤال عنها، تسأل عنها من يعرفها ويعرف أسرتها ويعرف بيتها ويعرف، تسأل عنها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عدة الزانية هي الاستبراء بحيضة أم كعدة غيرها؟ لا، الاستبراء للإماء، أما الحرائر كما قال الله جل وعلا: عدتهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيض، أو ثلاثة أطهار على القول الآخر، أي لم تكن من ذوات الحيض ثلاثة أشهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب ليس لي القدرة على الزواج بسبب الظروف المالية، فهل لي أجر على صبري على هذا الأمر؟ وليستعفف، لا تنسى قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا
حتى يغنيهم الله من فضله، فإذا فعل ما أمره الله به فله أجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للجنب أن يدخل إلى المسجد لأجل أن يؤذن فيه ثم يخرج؟ لا يجلس فيه، أما أنه لمرور أخذ حاجة ويخرج لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عائشة وهي حائض أن تدخل المسجد وتأتي بالخمرة وهي الفراش الذي يصلي عليه، فمجرد المر إلا عابر سبيل. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل. ما يخالف العبور، ما يخالف، المنهي عنه الجلوس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يوجد خلاف بين العلماء في مسألة جواز قراءة القرآن للجنب، وما الراجح في ذلك؟ ما أعرف خلاف بين العلماء في مسألة قراءة القرآن للجنب، بل اللي يعرف أنه مجمع عليه، إنما اختلفوا في قراءة القرآن للحائض، هي اللي فيها الخلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تعتبر كلمة خبيث أو خبيثة، هل تعتبر قذفا يقام الحد على من قالها للمحصن؟ هذه كناية، هذه كناية عن القذف. لازم أن القذف يكون صريح، ما هو بيكون كناية، لازم يكون القذف صريحا لا يحتمل غير إرادة الزنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: ينتشر عندنا في بلاد الكفر، يقول: ينتشر الزنا بين المسلمين والمسلمات ممن أقام هناك، ثم يريدون الزواج بينهما بعد وقوعهما في فاحشة. لا بد من التوبة، ولا بد من العدة، لا بد من الشرطين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ لا يجوز تسمية بعض الناس بالمفكرين الإسلاميين، لأن الإسلام ليس فيه تفكير بل هو اتباع للدين فقط. نعم، الإسلام ليس نتيجة أفكار أو تفكير، الإسلام مبني على الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ليس تفكيرا ولا نتيجة أفكار. لكن تقول الفقهاء بدل المفكرين، الفقهاء إذا كانوا عندهم يعني أهلية للفقه من العلماء، الأحكام ما تبنى على الفكر، تبنى على الفقه في الدليل من الكتاب والسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول إن العالم هو من يعرف أمور الدنيا، لأن الله عز وجل قبل عالم في الدنيا. نعم، عالم في الدنيا، لكنه ليس عالما في الآخرة، هو عالم بأمور دنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة، هذا علم مقصور على الحياة الدنيا فقط، والعلم الصحيح هو العلم بالدنيا والآخرة. نعم. ثم يقول حفظك الله: وأن قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا في العلماء الشرع، هم الذين يخشون الله، أما علماء الصناعة أكثرهم ملاحدة، أكثرهم ملاحدة، وما ليسوا مقصودين ولا يسمون العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء في الشرع واتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما علماء الدنيا، هؤلاء أجهل الناس بالشرع، ومنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله، مثل الشيوعيين، مثل الدهريين، مثل. نعم. الله أكبر.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل قلب المؤمن يموت ويبقى صاحبه مع ذلك مؤمنا؟ لا، إذا مات قلبه ما صار مؤمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: زوجتي تريد أن تسافر إلى بلد آخر لأن أمها مريضة، وأنا أمنعها من ذلك لأنها تريد أن تسافر وحدها، فهل لي أن أمنعها من ذلك شرعا؟ يجب عليك أن تمنعها شرعا، يجب، ما تخليها تروح بدون محرم. لا يحل لها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لها. فأن تمنعها من الشيء الذي لا يحل، ولكن تحتسب الأجر، تسافر معها تحتسب الأجر في ذلك. نعم. لو صار عليك تعب أو ضرر جزئي اصبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الأفضل للمرأة المعتمرة، أن تغطي وجهها أم تكشفه؟ ليش تكشفه؟ لا، عند الرجال الذين ليسوا من محارمها تغطيه، معتمرة ولا غير معتمرة تغطي وجهها، لكن بغير البرقع والنقاب، تغطيه بالخمار كما قالت عائشة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام رفع من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده، وإنما قال: ربنا لك الحمد، ولم يسجد للسهو، فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ إن كان تعمد ترك قول سمع الله لمن حمده بطلت صلاته، أما إن كان ما تعمد فهو يلزمه سجود السهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ما يفسد الصوم يكون مفسدا للصلاة، كاستنشاق أو كتعمد استنشاق البخور مثلا؟ هل ما يفسد الصوم يكون مفسدا للصلاة، كتعمد استنشاق البخور مثلا؟ لا، ما يفسد، ما كل ما يفسد الصيام يفسد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: التأمين الطبي الذي تعمله لي الشركة التي أعمل بها، ولم أطلبه بنفسي ولم أدفع عليه أي رسوم، هل يجوز لي أن أستخدمه؟ إذا كانت الشركة تعالجك، من حقوقك عليها العلاج، أنت تعالج على حسابها، على حساب الشركة، ولا تسأل عن طريقة، يعني ما تسأل عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اشتريت من متجر للملابس الجاهزة، اشتريت بمبلغ 250 ريالا، فأعطاني هذا المتجر قصاصة بقيمة 50 ريالا أشتري بها من هذا المتجر فيما بعد، هل يجوز لي أن أستعمل هذه القصاصة؟ يبي يربطك هو، هذا رباط لك، يبيك تجي وتأخذ مرة ثانية. اترك هذا، اترك هذا وخذ حاجك وامشي،
ولا احتجت مرة ثانية تجي لأمه ولا لغيره، لا ترتبط معها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الشعر الموجود على الخد هل يعتبر من اللحية أم يجوز إزالته؟ اللحية ما نبت على الذقن والعارضين على العظم، أما ما ينبت على الخد هذا ليس من اللحية. نعم، إذا كان فيه تشويه للوجه تزيله إزالة الأذى، أما إذا كان خفيف ولا تتعرض له، لأنك إذا تعرضت له يزيد عليك ويتكرر عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جماعة جماعة مسجدنا يعتزمون على توزيع هدايا تشجيعية لصغار السن ممن يحافظ على صلاة الفجر، مع تذكيرهم بضرورة الإخلاص وأن لا يكون قصدهم الجوائز، فما الرأي في ذلك؟ طيب، هذا شيء طيب، لا بس. نعم، أنا من الإعانة على الخير. نعم، تربية الأولاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز هجران من لا يصلي أبدا حتى ولو كان أخا لي؟ أي نعم، الذي يتعمد ترك الصلاة هذا ليس بمسلم. الله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم، ما يجوز هذا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا طلقت زوجتي طلقة أولى فهل يجوز بقاؤها في البيت عندي؟ طلاق الرجع هي زوجة، ما دامت في العدة فهي زوجة، ولك أن تراجعها، ومن حقها السكن، سكنها لأنها زوجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تقصير اللحية كما ورد عن ابن عمر أنه كان يفعله في الحج والعمرة؟ لا تقصر اللحية بل تترك، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإرخائها وإرسالها وتوفيرها، حديث صحيحة ولا يتعرض لها. فعل ابن عمر إن صح عنه فلا يستدل به، لأن العبرة بالدليل، ما هي العبرة بفعل أحد حتى الصحابة، ما يحتج بأفعالهم إذا خالفت الدليل، هم مجتهدون إن شاء الله على خير وعلى، لكن ما يحتج بأفعالهم إذا خالفت السنة. ابن عمر ما كان يخفف من شعر لحيته دائما، إنما يعتبره من النسك، يأخذه لحج أو عمرة اجتهادا منه رضي الله عنه، لكن لا يتابع على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في قريتنا مقبرة قديمة عمرها فوق 100 سنة، وقديما وجهلا منا عندما كنا شبابا قمنا بمسح علامات القبور وحولناها نحن في تلك القرية إلى ملعب لكرة القدم. يقول: يوجد الآن تاجر قام بنقل هذه القبور بشكل جماعي عن طريق الشيول إلى مقبرة أخرى، ويريد أن يبني مكانها نادي الرياضي في قريتنا. هذا كله تصرف سيء، ليه ما رجعتم إلى أهل العلم؟ ليه ما استصدرتم فتوى من أهل العلم في هذه المقبرة؟ لا يجوز التعدي على المقابر إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم، ينظرون في القضية هل النقل ضروري ولا ما هو ضروري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: توفي والدي وهو مشرف على بناء مسجد، وقد يقول توفي والدي وهو مشرف على بناء مسجد. على بناء مسجد كيف مشرك على بلاد مشرف مشرف نعم.
وهو مشرف على بناء مسجد، وقد تم بناء المسجد وبقي مبلغ من المال. سؤاله: هل يكون هذا المبلغ قاصرا على هذا المسجد فأجعله أنا صيانة له، أم أصرفه في بناء مسجد آخر ولا أحتكر هذا المال؟ إذا كان المسجد يحتاج إليه يبقى له لحاجة المسجد، أما إذا كان المسجد ما يحتاج إليه تقوم الوزارة مثلا بصيانته وبشؤونه ولا يحتاج، فتصرفه في بناء مسجد آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قرأت مقالا بأن هناك فرق بين لفظ الزوجة ولفظ المرأة، وقد استشهد بآيات منها، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، فهل هناك فرق صحيح؟ أي نعم، تسمى امرأة فلان وتسمى زوجة فلان، زوجة فلان أو امرأة فلان كلها المعنى واحد، امرأة فرعون، امرأة نوح، امرأة لوط، سماها الله امرأته. نعم. فضيلة الشيخ امرأة أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، إلى قوله وامرأته حمالة الحطب امرأته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ينتشر عند بعض الناس عندما يستشير أحدا في أمر أن يقول: شورك وهداية الله. ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما فهل هو قد حرم الله لحمه عن النار؟ وهل المقصود بهذا الحديث الصلاة المفروضة أم ماذا؟ يريدون بالصلاة المحافظة على صلاة الجماعة، يريدون في المحافظة على صلاة الجماعة. أنا ما وقفت على هذا الحديث ولا أعرف درجته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز المرور أمام المصلي الذي لا سترة له، وذلك فيما فوق 3 أذرع؟ أي نعم، بعد 3 أذرع لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل يا وجه الله عند التعجب؟ لا، ما يقال هذا، يقال يا الله، ما تدعى الصفة أو تنادى الصفة، إنما يدعى الله أو ينادى الله يا الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يقول: لماذا خص الصوم بذلك مع أنه كسائر الأعمال، وما معنى فإنه لي؟ ما معناه في آخر الحديث: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، هذا معناه. فالصوم له خاصية لأنه سر بين العبد وبين ربه، لأنه مبني على النية التي لا يعلمها إلا الله. فأنت لو شفت رجل صائم ورجل مفطر توهم تغدي، ما تفرق بينهم، ما تفرق بين هذا وهذا إلا بالنية، النية في القلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم زيارة، لكن المصلي تشوفه إلى صلى، المتصدق تشوفه إلى تصدق، كل الأعمال تشوفها الظاهرة تشوفها، لكن الصوم عمل سري بين العبد وبين ربه ما تشوفه. نعم. فضيلة الشيخ، لذلك قالوا أنه ما يدخله الرياء، الصوم ما يدخله الرياء، في حين أنه يدخل في الصلاة، يدخل في الصدقة، يدخل في الأعمال الظاهرة، لكن الصوم ما يدخله الرياء، لأنه سر بين العبد وبين ربه، ما أحد يصوم نفاقا ولا رياء أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم زيارة النساء للمقبرة؟ نعم، ما حكم زيارة النساء للمقبرة؟ هذه مسألة مش منتهية، ما يجوز زيارة المرأة للقبور، حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
واللعنة تقتضي أن هذا ذنب كبير من كبائر الذنوب. وقرنه مع المتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا كبيرة بلا شك، لا تجوز زيارة المرأة، لكن تدعو للميت وهي في أي مكان، تدعو له في بيتها في أي مكان، ولا حاجة إلى أن تزور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمسلم أن يأكل من طعام الهندوسي؟ إذا كان ليس ذبحا، ليس لحما مذبوحا له، مثل الرز، مثل فواكه، ما في مانع. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز لهذا الهندوسي أن يشارك المسلمين في طعامهم وأن يأكل معهم على مائدة واحدة؟ ما في بأس، ما في بأس. نعم. انتهى يا شيخ.